تحياتنا شباب، هاي الوجبة السابعة اليوم 9/1/2018، وجبة السابعة مال العرض الخاص. اليوم استلمتها طبعا الساعة 7 الصبح جابونا اياها، لين هواي البارحة مواعيد ولد والبارحة ما جابوهن، فاليوم يلا استلمنا. المهم خمسة عندنا مفتوحات، واحد انباع هسه اخذوه قبل التصوير، بقنا اربعة هسه هم اصورهن لكم. هذا الاربعة كله خشن وحلو، شوفوا الخشونة مالته، هذا بالقاع، وشوفوا الكفشه مالته شلون موقفه والخشونه، هو هذاك بنشن خشنات. وعندنا زوجين متوالفات مو متزاوجات، لان هسه ماكو تزاوج، هسه شتاء خارج موسم، فهذني متوالفات، يعني ذني من انصادن انصادن سوى الفحل والنفيته، يعني الطيور متراهمات وجاهزات مثل ما جاي تلاحظون. هذني الزوج هن وقفصين ب50، لان حسبنا قفص واحد بس فب50، وهذن التك على 30,000 وقفصه. السعر نهائي شباب والسعر ثابت، يعني لين ما بيهن، وانتم تعرفون كل زين طيور مثل ما قلت لكم. ذني راح اعزلهن هسه واصورهن لكم. بالنسبه لذني هذن ما اقدر اصورهن، لان متعرفون انتم البلبل اذا اثنين بالقفص ما يقرن. هذني مثل ما قلنا متوالفات، يعني متراهمات، الطيور جاهزات، نثيه وفحل بنثيه وفحل، هن وقفصن ب50,000. تحياتنا لكم.